ومعنا لمناقشة كل هذه التفاصيل من دبي دكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. نرحب بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية دكتور عبد الله. طبقا لتقاريركم، ما هو حجم الدمار الحاصل الآن في قطاع غزة بعد أكثر من 10 أشهر على القصف المستمر؟ إلى ما تشير أرقامكم؟ نحن الآن نتحدث عن أكثر من 80% من كل الأصول الرأسمالية، يعني كل الأبنية الموجودة في غزة قد دمرت، بما في ذلك كل ما بنيناه نحن كأمم متحدة خلال العقود الماضية، آخرها كان محطة تحلية المياه في خان يونس والتي كلفتنا 55 مليون دولار وتم تفجيرها منذ أسابيع قليلة. إذن التكلفة، الأرقام تتراوح 50 مليار 60 مليار، لن نعرف بالتفصيل إلى أن يتوقف القتال ونقوم بالمسح التفصيلي الهندسي على الأرض لنعرف كلفة ما دمر وكلفة إعادة إعمار ما دمر. نحن أمام كارثة لم نشهدها من قبل، وبصراحة يعني المعايرة أو المقايسة مقارنة مع كوارث أخرى صعب للغاية، لابد أن نكون على الأرض. نحن فرقنا الآن تعمل على الأرض، موجودون، لا يجب أن ننتظر حتى اليوم التالي للمعركة لكي نبدأ بتوفير بعض الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني. ونحن مستعدون للقيام بهذا العمل وموجودون في غزة للعمل في مجال الصحي والتعليمي والسكن والطاقة ومياه الشرب والنفايات الصلبة، التي يعني قضية هامة جدا وخطيرة للموضوع الصحي وغيرها من القضايا، التي لو توفر المال والنفاذ، أهم شيء إمكانية الوصول إلى المجتمعات المحلية في غزة، وتمكننا من تحسين الوضع حتى قبل نهاية القتال. ذكرت لي دكتور عبد الله بأن فرقكم موجودة وتعمل، كيف تعمل فرقكم في جمع المعلومات والتنسيق؟ وهل لديكم ورش عمل؟ هل لديكم محطات مشتركة لتقديم الخدمات الإنسانية إلى أهالي القطاع؟ بدأنا ببناء هذه المحطات المشتركة لتقديم الخدمات. كما تعلمين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليس مؤسسة إنسانية بالمعنى الضيق، بل نحن مؤسسة تنموية وتعمل في إطار النزاعات. بدأنا بإنشاء مراكز لتقديم الدعم للمجتمع المحلي، لمؤسسات المجتمع المدني، للشركات الصغيرة المتوسطة، وأيضا نحن نشغل آلاف الشباب والشابات الفلسطينيين في مجالات الصحة والتعليم والخدمات البلدية، يعني من ناحية نؤمن دخل لآلاف الأسر، ومن ناحية نقدم خدمات كأطباء وممرضين وغيرهم ومهندسين وفنيين يعملون الآن في مواجهة الحالة الإسعافية والخطيرة التي نواجهها اليوم. وبنفس الوقت لدينا كل الخطط جاهزة لمرحلة التعافي المبكر ما بعد وقف إطلاق النار ومن ثم إلى إعادة الإعمار. هل وضعتم خطوط عريضة لخطة التعافي المبكر دكتور عبد الله؟ نعلم طبعا بأنه حجم الدمار بما نتابعه من أرقام، لكي توضع خطة لإعادة الإعمار لن تكون أبدا بالهينة، لا على مستوى التوقيت ولا حتى على مستوى التمويل. ماذا عن الخطط العريضة للتعافي المبكر اللي حضرتك ذكرته الآن؟ مبدئيا هناك خطة وإطار تخطيطي متكامل للتعافي المبكر الذي يسمح بإعادة نحو نصف مليون مواطن فلسطيني إلى سكن مؤقت في موطنهم الأصلي، يعني لا تهجير ولا نساهم في تهجير أحد، وتأمين الخدمات الضرورية لهذه المجتمعات وخصوصا في منطقة شمال غزة، يعني يعود الناس إلى منطقة الشمال وغيرها، تأمين الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية، مياه الشرب عبر محطات معالجة المياه بالطاقة الشمسية، الصرف الصحي وبناء المراكز المؤقتة للتعليم والصحة وغيرها من هذه الخدمات، إضافة إلى إعادة إحياء القطاع الاقتصادي من خلال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تقوم هي بإعمار غزة، أيضا إحياء المجتمع المدني من خلال دعم الجمعيات خصوصا الجمعيات النسائية لكي تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية لهذه المجتمعات.
هذه خطة تتراوح مدتها ما بين 3 إلى 5 سنوات، تحتاج إلى ما بين 2 إلى 3 مليار دولار لتنفيذها، وهي تخفف من وطأة الوضع الحالي، لكنها ليست العلاج النهائي، لأنه يجب أن تتلوها مباشرة وأن تتوازى معها عملية إعادة الإعمار الكامل لقطاع غزة. ذكرت لي دكتور بأنكم أو بالأحرى طواقمكم تعمل في النفايات الصلبة، لا أعلم إن كان هذا المصطلح يندرج تحته إزالة الركام، لأنه حسب ما تابعنا أو حسب ما تتحدث المعلومات الركام الموجود في قطاع غزة لكي يتم إزالته يحتاج إلى 14 عاما. هل وضعت خطط للتعامل مع هكذا ركام بهذا الحجم وسط الكثير الآن أيضا عما نعلمه من وجود ألغام قد تعيق عملية الإزالة أصلا؟ نعم سيدتي، نحن مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة نعمل منذ مدة طويلة حاليا للتعرف بالضبط على نوع الركام، حجم الركام، آليات تدوير واستخدام هذا الركام، ثم التقنيات اللازمة للاستفادة منه، أيضا اللوجستيات المطلوبة. تخيلي حضرتك المرور عبر 42 مليون طن من الركام وتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية أمر هائل. ثانيا، هذه قضية أيضا مرتبطة كما ذكرتم بموضوع إزالة القنابل غير المنفجرة، إزالة الألغام، وأيضا التعامل مع الجثامين التي هي بالآلاف تحت هذا الركام، وهي أيضا ليست نفس قضية النفايات الصلبة. النفايات الصلبة اليوم تشكل خطرا حقيقيا، يعني ليس خطرا مستقبليا، الآن لدينا حالات من التهاب الكبد الوبائي، من الكوليرا، من السل، ومن شلل الأطفال، لذلك لا بد من معالجة هذا الأمر، ولا يتم إلا عبر إدارة النفايات الصلبة وتوفير مياه شرب نظيفة وأيضا معالجة مياه صرف صحي. الآن غزة هي كارثة بيئية في بهذه المجالات الثلاث، المجالات الثلاثة، وأيضا نريد أن نقول بأن هذه الأمراض والأوبئة لا تعرف حدودا، إذا انتشرت ستصيب الجميع، يعني من مصلحة جميع الأطراف أن يسمح لنا بتقديم هذه الخدمات الآن، بغض النظر نحن على استعداد أن نعمل تحت القصف، وفرق عملنا تعمل فعلا تحت القصف، ولو توفر لنا مزيد من إمكانية الوصول ومزيد من التمويل لتوسعنا بشكل كبير في هذه المواضيع. دكتور عبد الله، طبقا لرئيس بلدية دير البلح، فإن ما تطلق عليه إسرائيل المنطقة الإنسانية تقلص 11% من القطاع. هناك حالات نزوح جماعية ومستمرة ومتكررة لأكثر من منطقة والعكس. كيف تتعامل طواقمكم مع هذه التطورات وما الذي يمكن أن يقدم الآن؟ سيدتي، لا يوجد مكان آمن في غزة. غزة عبارة عن مكان محاصر يعني ويتعرض للتدمير. طواقمنا تعمل في خطر الموت مع عائلاتها، ومع ذلك نحن الآن نرسل خبراء دوليين للتعامل مع النفايات الصلبة إلى داخل غزة. هذه مهمتنا. أما أن نقول أن هناك مكانا آمنا نستطيع أن نتحرك، العاملين لدينا وعائلاتهم تحركوا أكثر من 6 مرات من مكان إلى آخر خلال الأشهر العشر الماضية، وخسرنا زميل لنا مع 60 فرد من أسرته، وبالتالي نحن نعمل تحت الخطر، لكن هذا واجبنا، والحالة تتطلب ضغطا دوليا لكي يسمح لنا بمزيد من النفاذ. يعني تخيلي سيدتي كم هي صعوبة تأمين الحاويات، مجرد الحاويات لإدارة النفايات الصلبة وتحويلها من مكان تجمعها الحالي إلى مكبات مناسبة بيئيا وصحيا. أولا ضغط دولي، ثانيا تمويل، لا يجب أن ننتظر تمويل حتى تقف الحرب، لأننا نستطيع أن ننقذ حياة الآلاف من الناس اليوم قبل حتى وقف إطلاق النار من خلال توفير التأمين التمويل اللازم لهذه الخدمات الآن وليس غدا فعلا.
طيب دكتور عبد الله، يعني ذكرت لي بأن طواقم أممية تعرضت للقصف طوال الأشهر الماضية، حتى مراكز الإيواء ونقاط تحرككم ليست آمنة، هل أخذت ضمانات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدم التعرض لا لمراكز الإيواء الأممية ولا لفرق العمل الأممية، حتى على الأقل يتسنى لكم العمل بأريحية مع المدنيين؟ هناك آليات منذ مدة طويلة طبعاً لتأمين تحييد قوافل الأمم المتحدة ومراكز عمل الأمم المتحدة وغيره، ولكن عندما يكون القصف بهذا الشكل الهائل وعند تضعف آليات التنسيق ويصاب كما حصل مع المطبخ العالمي وكما حصل مع زملائنا في الأونروا وغيرها من الحالات، ما من شك بأننا نأخذ كل الإجراءات من أجل تأمين وتحييد وحماية العاملين لدينا، لكن ليس لكي لا نقوم بعملنا، نحن موجودون في غزة لكي نقوم بعملنا ضمن الظروف الممكنة، نعرف المخاطر ونأخذ هذه المخاطر في الاعتبار، ولكن لا بد لنا من تقديم الخدمات. هذا دورنا، نحن لن ننسحب أو نتوقف عن العمل. سؤالي الأخير دكتور عبد الله عن التمويل، يعني حسب ما أسلفنا في الخبر، وزير الخارجية الإيطالي أعلن في وقت سابق أنه سيقترح على مستوى مجموعة السبع مشروع ليس فقط لإعادة الإعمار الإنساني لغزة، ولكن يتحدث عن إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هل في تصور لحجم التمويل وهل تلقيتم أي مبادرات تمويلية؟ نحن الآن لدينا بعض مصادر التمويل نحاول أن نجمع، ولكن يعني كما بصراحة يعني قطرات وليس الحجم التمويل المطلوب. يعني أنا أقول لك مثلا أنه إدارة النفايات الصلبة فقط بشكل مؤقت تحتاج إلى 56 مليون دولار، فتخيلي معي الركام الذي يحتاج إلى أكثر من 700 مليون دولار، وما زلنا لم نبدأ بإعادة إعمار شيء. نحن ننسق مع الدول التي تفضلت بها، إيطاليا وغيرها من دول مجموعة السبع وغيرها من الدول المانحة، لكي يكون ملفاتنا التي أعديناها جاهزة على طاولة النقاش عندما يحصل الاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم. أشكرك جزيلا دكتور، يعطيكم ألف عافية. كنت معنا من دبي دكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.